وقمنا اليوم فيها مرة ثانية في سنة واحدة يعبر على اهتمامنا لتطوير الصناعة بصفة عامة في ولاية باثنا اللي تتقدم باش تاخذ منصبها كولاية صناعية بامتياز. باش نخلي صناعة الأدوية بالأخص صناعة الأنسولين تنطلق بسرعة في هذا المجال. أكيد كاين جماعة كيسمعوا 1500 كيلوغرام كريستو الأنسولين اللي رايحة تنتج في هذا المصنع يتساءل احتياج البلد للأنسولين كمادة نهائية 500 كيلو باش كل توجه للتصدير. نأكد باللي هذا المصنع يعني ونعلمكم باللي الوحيد في افريقيا والجزائر راح تكون من البلدان الافريقية الاولى اللي تنتج هذه المادة الخام. وهذا كان حلم لها واحد 10 سنوات حلم اليوم راح يتسجل ان شاء الله في الميدان. لا اطيل عليكم ونوافق مع اقتراح سيد الوالي للمنطقة هذه باش تكون يعني منطقة لصناعة الادوية في ولاية باثنا ان شاء الله. نخلي شوية تاخذ منصب تاع قسنطينة اللي كانت القطب ان شاء الله تكونوا انتم بخير.